معتنا انطلاقه ديال مشروع اعاده التاهيل اللي هي داخله في الشطر الثاني من هذا البرنامج الكبير اللي كيضمن حنا اليوم شارع المرينيين، اولا شارع ديال المرينيين، وثانيا بعض الاحياء اللي هي ناقصه التجهيز كحي المجد وايضا الحي الاخر ديال 20 غشت. هاد العمليه هذه كتخلي ان لاميناجمون ديال لا فيل يتحسن، وايضا كتخلي ان بعض الطرق اللي كانت غير مؤهله انها تخلي الساكنه ديبلاصا بواحد الاريحيه ما كانتش ممكنه. اليوم من خلال هذه الانطلاقه ديال هذا المشروع هذا اللي هو الجزء الثاني واللي حنايا كوزاره كنخلطوا فيه بواحد التمويل اللي هي 100%، غادي يعود بالخير على الساكنه اللي هي كتقدر تقريبا واحد 3500 نسمه. شكرا. اليوم كان يوم كانت البدايه بحضور سيده وزيره التعمير واعاده التراب الوطني، وبحضور السيد الكاتب العام والمنتخبين اعضاء المجلس الجماعي، وبحضور السيد الكاتب تاع الجهه. كان اليوم تقديم المشروع تاع التاهيل الحضاري 2015 2020، وكان الشطر الثاني اعطاء الانطلاقه تاع الشطر الثاني 2020 2021 اللي حاضرين دابا، اللي كاين فيه طريق المرينيين، كاين فيه لاروكاد، كاين فيه حي بعض الازقه بحي 20 غشت، حي المجد جوج، وفيه الطريق اللي كدي على المحطه الطرقيه لكرالما. هذا المشروع هو مشروع مهم اللي تستفيد منه تقريبا 3500 نسمه بتكلفه ماليه نتاع 26 مليون فاصلة 25 أو 26 مليون درهم. كاين مشاريع اخرى ان شاء الله اللي هي واعده للساكنه ديال توريت، وساكنه توريت تستاهل كل خير. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.